رفقتك الزميلة أمينة علوي. في وجهها الحزين 2022 ودعت أحد أبرز نجوم الأغنية المغربية فتح الله المغاري، متعدد المواهب الفنية رحل في 3 شتنبر تاركا قطعا غنائية خالدة في ذاكرة المغاربة. هو من كتب كلمات نداء الحسن عقب الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء. في 22 و2000 رحلت كذلك خديجة البيضاوية إحدى رموز العيطة المرثوية. السنة أبت أن ترحل حتى أخذت نور الدين بكر أشهر الكوميديين المغاربة. غادي في الخسر أنا حمادي، غادي في الخسر أنا أخويا، غادي في الخسر أنا حمادي. عاش أوج عطائه الفني في فترة التسعينات مع فرقة مسرح الحي، وشارك في مسلسلات عدة غيبه الموت كما غيب ثلة من رواد المسرح والسينما المغربية. رحل عبد القادر البدوي، محمد عاطف، عبد اللطيف هلال ورشيد الحراق. رحيلهم آلم الوسط الفني بعدما قدموا الكثير.